المرأة والأرض متشابهتان حد التطابق وحدهما أساس العطاء والاستمرارية في الحياة، هكذا يرى الفنان الدكتور محمود شاهين المرأة. أكيد نور، انطلاقا من هذه النظرة قدم منحوتاته بالمعرض الذي افتتح يوم الاثنين في الارت هاوس. لنحكي أكثر عن المعرض ونتعرف أيضا عليه. بصرنا يكون ضيفنا الدكتور محمود شاهين، عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك، وبدنا نقول لك ألف مبروك بافتتاح المعرض. وشكرا جزيلا. بالبداية خلينا نحكي عن المعرض، يمكن كان المحور الأساسي لهذا المعرض بمنحوتاتك هي المرأة. نحكي عن هذا المعرض وشو الأهداف يمكن أو رسالك اللي كنت حابب توصلها. صحيح، المعرض كان موضوعه الأساسي هو المرأة، والمعرض ضم 36 عمل عمل نحتي. هذه الأعمال نفذتها أنا بتقانات وبمواد وخامات النحت المعروفة، بدءا من الخامات الطبيعية كالحجر والخشب، وانتهاء بالمواد الصنعية البرونز بوليستر والخزف وما شابه. المعرض كما قلت تناول موضوع أساسي المرأة، ولهذا عدة أسباب. أولا، منذ تعرف الإنسان الأول أو النحات الأول على وسيلة التعبير بالكتلة والحجم، النحات يعبر من خلال الكتلة والحجم طبعا، والتعريف النحت هو كتلة في فراغ. فأنسب مواضيع النحت على الإطلاق هو الجسد الإنساني بشكل عام والجسد الأنثوي بشكل خاص. فالنحت منذ بدايته اتخذ هذا الموضوع هو المادة الرئيسية له، ولا زال هذا الموضوع هو يعني الأسير والمحبب للنحاتين المعاصرين، وأعتقد أنه سيبقى الموضوع الأكثر يعني جذبا للنحاتين. المرأة أخذتها أنا من جوانب مختلفة، في حالات مختلفة، في وضعيات مختلفة. يعني أولا، هي المرأة هي تتضمن أو هي تختزل قيم رفيعة جدا في حياة الإنسان، وهي دلالات على العديد من الرموز النبيلة والخالدة. فهي أولا هي التي ترتصق بالبيت، هي التي تعتني بالأولاد، هي التي تضخ المقاتلين لحماية الوطن، وهي الصبورة المنتظرة دائما عودة الزوج وعودة الابن. الرجل دائما لديه نزعة أنانية، هو مسكون بالمغامرة، مسكون بالترحال، هو يرحل دائما ويتبقى، تبقى لترعى الأولاد، ترعى البيت، تحمي الوطن، و جملة هذه الرموز. وطبعا هي شيء أساسي في حياة الإنسان، كما أشرت بالمقدمة أيضا هي شبيهة بالأرض، أنا أعتبرها والأرض صنوان. من خلال المرأة تستمر الحياة، ومن خلال الأرض تستمر الحياة. أكيد. يعني دكتور وحضرتك عم تحكي، نحن عم نشوف مشاهد للمنحوتات التي قدمتها بالمعرض، ومثل ما قلت يمكن في كتير من الأفكار ممكن الفنان وكتير من الأشياء ممكن يعبر عنها من خلال هاي المنحوتة. اليوم عم نشوف المرأة، يمكن نموذج للمرأة السورية بمنحوتات حضرتك، رسائل كتير قدرت تقدمها. هون بنشوف في صعوبة، يعني الرسمة أو الشيء المرسوم اللي فيه ألوان، ممكن هاي اللغة البصرية تقدم رسالة أسهل بكثير من النحت. يعني أشرتي إلى جانب مهم جدا، لغة النحت فعلا لغة تختلف، شائكي صعبي، يعني الطريق إليها ليس سهلا، يحتاج للمتعامل معها إلى موهبة حقيقية، ويحتاج أيضا إلى أدوات، إلى مكان، خلافا للنحت للرسم. الرسم يمكن للمصور أن يرسم في أي مكان، بينما النحات بحاجة لمكان، بحاجة لأدوات، بحاجة لمواد، بحاجة لخامات، لكن أيضا بحاجة إلى فكر كمان. بالضبط. وهناك ناحية مهمة جدا بالنسبة لنا نحن العرب، نحن أخذنا وتربينا على سحر الألوان، نحن نحب اللون، ألوان الألوان الضاج الكثيرة، يعني لذلك ألفت العين العربية اللون، ولا زال هذا
هو يعني الذي يجذب العين حتى العربية. نحن مقصرين بالنحت يعني ما أعطينا المجال النحت كثير بوطننا العربي، يمكن بنخاف من المنحوتات ناخذ لأبعاد أخرى. المنحوتة يعني هي عادة بلون واحد وعادة من الألوان القاتمة، وهذا لون كئيب أحيانا لا يطرب العين، اللون يطرب العين، بينما هذا اللون المنحوتة لا يطرب العين. لذلك هي فنون جديدة، هي الثقافة البصرية هي جديدة بالنسبة لنا نحن العرب. يعني تعرفوا بداية القرن العشرين عاودنا الاتصال بهذه الثقافة الجديدة. هناك شرخ، هناك في فجوة قطع. نحن طبعا أمة لنا تاريخ عريق في الثقافة، في النحت، في الفن بشكل عام، لكن ثمة فجوة حدثت بين مرحلة تاريخية ومرحلة تاريخية، فنحن عودنا بداية القرن العشرين اتصالنا بهذه الثقافة. لذلك حتى الآن لا تزال غير مألوفة بالنسبة نحت بشكل خاص للعين العربية، لكن مع تطور الحركة التشكيلية في سوريا وفي الوطن العربي بدأت العين العربية تتعود على هذه الثقافة. النحت كما قلت أولاً بحاجة لعدة مراحل، المنحوتة لا تأتي اللوحة بسهولة يمكن أن تولد، بينما المنحوتة تحتاج إلى مراحل مختلفة وأيضا فيها نوع من المشقة، لكن هذه المشقة أنا أعتبرها نوع من السعادة. أنا أسمي النحت التعب السعيد. كما المرأة تتعذب وتتألم كثيرا قبل أن تلد، فأيضا النحات يتعذب كثيرا قبل أن يعني ينجز عمله النحتي. لذلك أنا أقارن دائما بين ولادة المرأة وولادة العمل الفني. لهيك يمكن هيدا المعرض كان موجه نوعا ما للمرأة. بالتأكيد، لكن أنا أخذت المرأة أيضا. طبعا هناك المرأة عندي لم أخذها كما يعني بالجانب الحسي، وإنما مزجت كل الرموز والقيم التي تمثلها المرأة في الوضعية، في الوضعية التي أخذتها المرأة. أنا حاولت أن أدخل إلى عمق المرأة، إلى تفاصيلها، إلى داخلها، وحاولت أن أعكس من خلال الوضعية الخارجية حالات الانطواء، حالات الانطلاق، حالات العزلة، حالات الحزن، حالات القوة، حالات النضال، حالات معظم حالات المرأة حاولت أن أعكسها بالكتلة الخارجية من خلال الكتلة. نحن كما قلت نعبر من خلال الكتلة، الكتلة والفراغ. لذلك هذه الوضعيات هي اختزلت كل حالات المرأة وكل قيم المرأة، القيم الرفيعة النبيلة العظيمة في حياة الإنسان، فهي كما تعلمون الأم والرفيقة والأخت والمناضلة، هي يعني تختزل، أنا باعتقادي تختزل أنبل القيم وأجمل القيم في حياة الإنسان. دكتور كمان خلينا نحكي عن المواد اللي استخدمتها بالنحت وهي بتأثر، يعني بعض الناس بيعتقدوا أنه النحت هو فقط للحجر، ولكن النحت صرنا نشوفه على الخشب، صرنا نشوفه على بعض أنواع المعادن، ويمكن كل خامة بتخلق حالة معينة وبتساعد على تطويع المادة بحد ذاته. نحن دائما نستخدم مصطلحات المادة والخامة. المادة هي المادة الصنعية التي تتشكل من أكثر من عنصر. على سبيل المثال الإسمنت بحاجة إلى الرمل والماء والإسماء والماء والكذا. البرونز هو خلطة من النساء من النحاس والتوتياء. بينما الخامة هي الخامة الطبيعية التي توجد في الطبيعة، فيأخذ النحات كالخشب كالمرمر كالحجر. إذن هي الخامة، هي الخامة المادة، هي وسيلة التعبير الطبيعية التي استخدمها النحات. أما المادة فهي خلطة، لكل فعلا لكل خامة أو مادة خصوصية، ويجب أن يراعي النحات هذه الخصوصية، بمعنى أن يسكب الحركة أو التكوين، أن يستنهض التكوين بما يتلائم والخامة أو المادة. على سبيل المثال في الحجر، في الخشب، في المرمر، النحات يبدأ من الكل، أمامه كتلة كبيرة، فيجب أن يتأمل هذه الكتلة ويستنهض منها التكوين، بمعنى هو يجب أن يرى أي التكوين المناسب الموجود فيها، ثم بأدواته بالأزميل والمطرقة والأدوات الأخرى يكشف عن هذا التكوين. إذا نبدأ من الكل إلى الجزء. عكس ذلك بالطين، والطين هي الصلصال، المادة الرئيسة التي نستعملها نحن في خلق التكوين، ثم هذا التكوين من الطين، لأن الطين مادة غير دائمة، مادة هالكة، مادة لا تدوم كثيرا، فنكون من الطين ثم نصب هذه القطعة الطينية بقالب، ثم هذا القالب نصب فيه المادة اللي بدنا إياها، يعني برونز
أو إسمنت أو بوليستر أو ما شابه. إذن هناك نوعان من التعبير في النحت، أن يأتي النحات مباشرة إلى كتلة ثم يعريها بالتدريج ليكشف عن التكوين، وأما في الطين فيبني يبدأ من الجزء إلى الكل، يعني يبني بناء، يبدأ بناء. وأيضا إذا لاحظنا هناك الحجر بحاجة إلى اختزال لأنه سريع العطب، وأمام الحجر النحات يجب أن يعد العشرة قبل أن يهوي بمطرقته على أزميله، لسبب لأن القطع التي تذهب لا يمكن إعادتها ما ترجع. وأيضا بالخشب، لذلك فعلا لكل خامي ولكل مادي خصوصيتها، ويجب أن يدرك النحات هذه الخصوصية وأن يتعامل بهذه الخصوصية إذا كان يريد لعمله أن ينجح. طبعا. طيب دكتور، كنا عم نحكي أنه يمكن النحت حالة خاصة، العين محبب إلى الألوان، حضرتك من داعمين فكرة نشر المنحوتات بالطرقات والشوارع نوعا ما يمكن لتعويد العين على صحيح. هذه المنحوتات وعلى تعويد على خصوصة المنحوتة وجماليتها إلى هذا صحيح. صحيح جدا. ولمعلوماتك النحت كان ولا يزال هو ابن العمارة، كان لصيقا، هي الظاهرة عم نشوفها هلأ بشوارع دمشق، لصيقا بالعمارة وتنظيم المدن. لكن هذا الابن للأسف الشديد ضل عن أمه فترة طويلة، ولذلك أنا دعيته بالابن الضال. هذا الابن الضال يجب أن يعود إلى أمه العمارة، ونحن في سوريا والآن قادمون على مرحلة إعادة العمارة، من المهم جدا أن نلحظ وجود النحت ضمن إعادة الإعمار، أن نزرع المنحوتة بشقيها التزييني والنصبي الاعتباري. النحت هناك في نحت صالوني يسكن في الغرف والصالونات، وهذا لا يؤثر كثيرا من الناس لأنها أسرة محددة بعينها تستأثر بهذا العمل فلا يشاهد عدد كبير، بينما الشق الثاني هو الصالوني أو النحت الذي يسكن العراء. هذا النحت هو على احتكاك يومي بالناس وبعدد كبير من الناس، لذلك تأثيره أكبر طبعا لأنه بيساهم تأثير بالذائقة الفنية عند الناس. وجود المنحوتة بين الناس في الشارع في الحديقة في مدخل المدينة في كل مكان يرتاد الناس، هذا الوجود هو له أكثر من وظيفة، هو من ناحية يزين المكان، لأن وجود منحوتة أو نصب تذكاري يستدعي بالضرورة تنظيم المكان، زرع عشب، زرع ورد، نباتات، إضاءة مدروسة ليلا ونهارا. إذن نحن بوجود هذا العمل الفني نظمنا ورتبنا ونظفنا المكان، هي أول شيء. الشيء الثاني وجوده بين الناس، يشاهد آلاف الناس يوميا باللا شعور وبشكل تدريجي يستنهد ثقافة بصرية لدى الناس. هذه الثقافة البصرية سرعان ما تنعكس في بيت الإنسان باللا شعور، وبده ينقل هذا الإحساس بالترتيب، هذا الجمال اللي شاهده باللا شعور بيتراكم في شعوره في أحاسيسه، ثم بيحاول ينقله إلى البيئة اللي بيعيش فيها. لذلك كمان في قيم معرفية، المنحوتة هي مو مجانية، فيها فكرة، فيها فكرة، فيها موضوع، إذن كمان هذا نوع من الثقافة. أنا كنت ولا زلت أدعو لأن نخرج يعني شو بسموه كنوز متاحفنا اللي أحيانا عدد كبير من الناس في بلادنا بيعيشوا وبيموتوا ما بيدخلوا متحف، فنحن كتير جميل إذا في بعض الأعمال المهمة جدا اللي هي بتكترز على قيم معرفية وفنية وجمالية وتعبيرية وفكرية طالعها للناس برا. يعني على سبيل المثال الجديد أوغاريد، هي صحيح حجم صغير بضعة سنتيمترات، لكن نحن فينا نعملها 9 أمتار نفسها بمواصفاتها اللي نوجدت فيها، نكبرها ونطالعها للشارع للحديقة، فبعد فترة بصير الناس يعرفوا شو هي أبجديد الشمرة. أورلينا المغني، هذا العمل كمان بإمكاننا نحن نكبره ضمن المواصفات الحقيقية، يعني ما منزور فيه ومنطلعه للناس، بعد فترة بصير بيعرفوا مين هاي أورلينا. إذن نحن يجب أن كنوز المتاحف أن نخرجها للشارع، لذلك في مرحلة الإعمار يجب أن نلحظ وجود النحت وبكثافة بين الناس أكيد. لأنه كما قلت لهذا أكثر من وظيفة دور. وبالتدريج نستطيع أن نستنهض نطور الذائقة الجمالية عند الناس، نحن بحاجة ماسة. أيضا على سبيل المثال أنت في الطريق من بيتك إلى شغلك، إذا كان الشارع مرتب ومليء بالأعمال الفنية ومزروع هيك عشب وورود توصلي أنت كمان
يعني عندك استعداد كامل لأنك تعطي بشكل جيد، لكن إذا عبرت الشارع واستفزك موجود استفزتك موجودات الشارع فبتوصلي إلى حد ما محبطة ما بتنتجي. فلذلك إذا بتلاحظوا الدول المتقدمة جدا الآن اهتمت بالشارع كثيرا، الشارع كثير مهم، وأيضا النظام والترتيب والجمال يجب، هي عناصر يجب أن تتواجد في شارعنا، نحن بحاجة واجهات الأبنية، وهي صورة حضارية، ظاهرة حضارية. والآن أصبحت هذه الفنون بشكل عام والموسيقى والفن التشكيلي بشكل خاص، هذه الفنون كما تعلمون هي فنون مقروءة، يعني لا تحتاج لترجمة، هي تسافر بسهولة إلى كل العيون والأفئدة والقلوب والأحاسيس. يعني غير الشعر، غير الرواية، غير السينما أيضا بحاجة أحيانا لترجمة حتى تفهم الفكرة، بينما اللوحة المنحوتة الموسيقى لا تحتاج إلى ترجمة. ولذلك يجب أن نبعث رسائل حضارية عن سوريا، عن حضارتنا من خلال هذا الفن، لأنه سهل التلقي من الآخر، ونحن من خلال هذه الفنون نستطيع أن نفتح حوار حضاري مع الآخر. صحيح. ولمعلوماتكم عندما انطلق المركز الوطني للفنون البصرية وزارتنا وفود أجنبيه عديده، وذهلت أن سوريا التي تعيش حرب ضروس استطاعت أن تفتتح هذا المساحة الكبيرة للعرض، تهتم بالثقافة. استغربوا أنه أنتوا عندكم حرب وعم تبنوا هيك منجزات، ويمكن هذا هو الهدف الأساسي اللي عم نحاول من خلاله. هي وسيلة من وسائل القتال المهمة أكيد. دكتور محمود شاهين عميد كلية الفنون، نشكرك على وجودك معنا ونتمنى لك التوفيق، وألف مبروك مرة ثانية يا المعرض. شكرا لكم. شكرا دكتور محمود، وشكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك. أما هلا